Hey everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to Dr. Abu Art and Academy channel. In this video, we are going to discuss part 3 of the experiment and measurement basics, and we are going to talk about the measurements of volumes as part of the physics subject. Measuring volumes is little different than measuring the lenses. Tamam? اما يجي نتكلم على الفوليومز احنا مينلي هنبدا نتكلم على the volumes of liquids وبعد كده هنتكلم على volume of solids. وبالنسبة للvolumes of liquids في عندنا الفوليوم بتاع الليكويد نفسه تمام, وفي عندنا measuring different measuring devices اللي احنا ممكن نستخدمهم عشان to measure the volume of the liquid. ومنتكلم على volume of solids هنتكلم على solids of regular shape irregular shapes. تمام, فخلينا نبدا دلوقتي مع الفوليومز اوف ليكويدز. ذا فوليوم اوف ليكويدز ار ميجرد يوزنج, في عندي عده طرق اقيس بيها الليكويدز. ايه هم؟ ممكن استخدم الميجرنج سلندر, والميجرنج سلندر دي في منها انواع. في نوع بيكون جراديويتد, بيكون في عنده سكيل موجود عليه, وفي نوع بيكون بدون سكيل. تمام, ممكن استخدم البيبيت, ممكن استخدم بيوريت, ممكن استخدم السايرنج. فخلينا بس ناخد فكره عنهم بسرعه وبعد كده نيجي كل نوع لوحده. لو احنا بصينا هنا كده نظره سريعه هنلاقي عندي هنا اول حاجه ده ميجرنج سلندر. تمام, بيبقى ليه بيز, وطبعا لما اجي اقيسه لازم اتاكد ان هو فيرتيكال, يكون الارض هوريزونتال, يكون محطوط على اي تيبل او اي حاجه هوريزونتال, ما يكونش محطوط على حاجه مايله كده وهو مايل, وبالتالي الليفل بتاع الليكويد يبقى عنده هنا فيه ريدنجز وفينا ريدنج ثانيه. لا, لازم يكون فيرتيكال. تمام, لازم يكون فيرتيكال والارض يكون هوريزونتال وهو فيرتيكال, يعني الاثنين يكونوا بيربنديكولار على بعضهم. لو هنا على تيبل لازم اتاكد ان التيبل تكون هوريزونتال وهو فيرتيكال على التيوب. وده طبعا جراديويتد, يعني عندها سكيل. تمام, سكيل او جراديويتد سلندر, يبقى ده سلندر جراديويت, وده بيتقاس بالملي لتر, بالملي لتر. تمام, هنتكلم دلوقتي على موضوع الملي لتر والديسيمتر والليتر والحاجات دي كلها. النوع الثاني ان انا ممكن يبقى هنا السلندر ده بستخدمه لما يكون عندي فوليومز كبيره, ونيجي دلوقتي برضه نشوف يعني كويك كومباريزون بينهم وبين بعضهم. السايرنج ده بيكون عندي فوليوم صغير. تمام, ولما يكون عندي بصعوبه ان انا قادر ادخل في المكان اللي انا اسحب منه الليكويد او كده او حاجه دينجرس عايز احطها عن بعد شويه, ممكن استخدم فيها السايرنج. تمام, او ممكن برضو بدل ليكويد يكون جاز كمان, يعني السايرنج ممكن استخدم في الجاز وممكن استخدم في الليكويد. فهي ملي مع الفلويدز بانواعها سواء كانت ليكويد او سواء كانت جاز الفلويدز. تمام, بعد كده في عندي البيوريت, والبيوريت دي اكبر شويه من البيبيت. البيوريت اكبر وبالتالي الاكيورسي بتاعتها اقل شويه, رغم ان انا بقدر اتحكم فيها هنا تحت عن طريق ايه, عن طريق ستوب كوك هنا حنفيه تاب موجوده ده, لكن الاكيورسي بتاعتها اقل شويه من البيبيت. البيبيت هنا بيكون عندي فيكس فوليوم, يعني ممكن تكون مثلا 5 سنتيمتر كيوب, 10 سنتيمتر كيوب, 15 سنتيمتر, بملاها وبفضيها. بملاها تكون هي ليه لحد ال 5 سنتيمتر او ال 15 سنتيمتر او 20 سنتيمتر وبفضيها, فبالتالي بتتفضى تماما. يبقى خلاص كده حليت مشكله او ازمه الاكيورسي اللي موجوده عندي. تمام, وفي عندي النوع الثاني من السلندرز او الفلاسكس. تمام, بيكون نون جراديويتد. تمام, او بيسموه الفوليومتريك فلاسك, يكون فلاسك معروف الفوليوم بتاعها. يعني معروف الفلاسك دي مثلا الفوليوم بتاعها مثلا سي مثلا 20 او 25 سنتيمتر كيوب او 200 250 150 100, فثابت الفوليوم ايه بتاعها. فبستخدمها في المعايره, ده ما بيكونش دقيق قوي. الجراديويتد سلندر بيكون ادق منها شويه, فهنا عندي جراديويتد ممكن لحد 100 او هكذا. هناخد دلوقتي الفروقات بينهم وبين بعضهم, بس انا حبيت بس هنا اوريكم ايه شكل البيبيت والبيوريت, ده اهم حاجه ان في ناس تتلخبط بينهم. البيبيت ده بيكون في مكان بيتخزن فيه في الوسط هنا, تمام, بيتعبى فيه. تمام, لكن البيوريت بيكون اكبر وفي حنفيه من تحت, فيه ستوب كوك هنا من تحت. تمام, بعبيه من فوق ويبدأ الليكويد ينزل فيه, وافتح هنا على قد ما انا عاوز, ويبدا عشان كده الجرادويشن بتاعته او السكيب بتاعه بيبدا من فوق. الزيرو مش من تحت من هنا, زيرو 10 20 لا, بيبدا من فوق من هنا. عشان كده لو ناس حابه يقرا لي هنا ناقص من زيرو ل 1 يبقى ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وهكذا, and soon as far as go down يقعد ينقص, اقدر اخد ريدنج من فوق هنا مباشره. ده البيوريت. تمام, البيبيت بيكون عنده فوليوم ثابت, هنبص عليه دلوقتي نشوف شكله او الاشكال بتاعته.
زي ما احنا شايفين كده، ده الفرق بين البيوريت والبيبات. ناخدهم على جنب شويه عشان اشكال هنا. ده البيوريت قلنا بنملاه من فوق، بنعبيه من فوق هنا، وبيكون جراديويتد. ابدا ايه هنا جراديويشن مارك 0 1 2 3 4 وهكذا، ابدا ارى من الجراديويشن ماركس اللي موجود عليه، وفينا التاب او الستوب كوك اللي موجود عليه. تمام، هنا البيبت بملاه لحد اللاين دوت، يبقى كده خلاص كده هو ده 25 او 15 او وات ايفر. بحط فيه اسيد، احط الكلاي، احط وات ايفر، وافضيه لحد الاخر خالص يخلص كله مره واحده، وبالتالي ما عنديش مشكله موضوع الاكيورسي لان انا ما بعملش ريدنج، انا بملاه لحد العالم وافضيه لحد ايه لحد النهايه خالص، ما يسيبش اي حاجه فيه، ما يكونش في اي ريزيدوالز خالص. تمام، خلينا نروح برضو صورة تانية كده برضو، ده بيوضح لي الفرق بين البيوريت والسلندر، لان البيوريت زي السلندر بس البيوريت مفتوح من تحت وعنده حنفية من تحت. تمام، هنا زي السلندر بعبيه من فوق زي ما انا عبيت السلندر من فوق، بعبي اللي البيوريت من فوق، وبيكون في تاب او ستوب كوك من تحت هنا، ببدا اتحكم في الايه في الفوليوم بتاعه. لكن السلندر لا. الفرق بين الاثنين طبعا زي ما انتم شايفين كده، الجراديوت السلندر بياخد فوليوم كبير، ممكن 100 ممكن 150 ممكن 200 250، بياخد فوليوم كبير، وبالتالي كل ما الفوليوم يزيد الاكيرسي عندي هتقل، لان اقل شرط هنا اقل غلطه بس بين وان جراديويشن بتكون كبيره جدا. لكن هنا الفرق بين الشرطه والشرطه الفوليوم صغير لان هي رفيعه اصلا. تمام، فكميه الفوليوم اللي موجود بين الشرطه والشرطه صغير، لكن الفوليوم اللي موجود بين الشرطه والشرطه هنا كبير. تمام، فاي ايرور هنا هيكون كبير، اي ايرور هنا هيكون صغير. تمام، فالبريت بيكون افضل من السلندر، الجرادويت سلندر، يبقى ده اسواقهم الجرادويت سلندر. تمام، وفي عند البيوريت افضل منها، البيبت افضل من البيوريت كمان لانه الفوليوم بتاعه بيكون ثابت. وزي ما قلنا كده البيوريت بيبدا من فوق من هنا بتسبير ملي لتر، يبدا من 0 1 2 3 4 وانت نازل ايه تحت، طبعا فينا علامه ايه يعني 4 5 6 7 وانت نازل واحد واحد كده. تمام، طب ممكن يكون كبير جدا جدا البيوريت ده. وزي ما احنا شايفين هنا كده بالنسبه للبيبت اللي قلنا بيكون ثابت، هتلم تروح تشتري البيبت هيقول لك انت عاوز بيبت كام؟ هتقول له انا عاوز بيبت 25 يعني 325 او 20 او مقاسه ثابت. تمام، بمعروف العلامه بتاعته، وبتملاه كله وتفضيه كله. تمام، عاوز 25 عاوز 15. ايه العيب اللي فيه ان هو ايه؟ ان انت يو كانوت ميجر ديفرنت فوليومز بجود اكيورسي، ده العيب اللي فيه. تمام، لكن الميزه اللي فيه ان هو الاكيورسي فيه عاليه لو انت التزمت بيه 15 خلاص او 25 خلاص او 20 او حتى ممكن في حاجه اسمها مايكرو بيبيت. تمام، ممكن تجيب بيبيت صغير 1 ماشي 1 مللي لتر او 1 سنتيمتر كيوب او وات ايفر، يعني في فوليوم صغير يمكن 1 ممكن 4، لكن اشهرهم بيكون ال 10 وال 5 وال 15 وال 20 وال 25. وزي ما احنا شايفين هنا كده الميجرنج سلندر عندي ممكن بيكون 100 سنتيمتر كيوب او 200 سنتيمتر كيوب، كبيره جدا جدا طبعا لان هي مدرجه من هنا 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر، فالاكيورسي ليفل عندي بيكون تو ذا نيرست 1 سنتيمتر كيوب. تمام، طبعا 1 سنتيمتر كيوب. البيوريت ممكن تشيل 10 15 20 25 لحد يمكن 50 كمان احيانا. تمام، فهولد اب تو 50 سنتيمتر كيوب، والاكيورسي ليفل بتاعها ما بيكونش 1 سنتيمتر لان هي ادق من الايه من الميجرنج سلندر او الجراديويتد سلندر، فهي بتكون الاكيورسي افضل شويه بيكون 0.1 سنتيمتر كيوب. البيبت بتاخد سوري هنا البيوريت بتاخد لحد 50، بس ممكن نحط احنا ناخد منها على مزاجنا 20 30 25 15 وات ايفر احنا عاوزينه. بنفتح هنا ايه التاب دي ونبدا ناخد منها الكميه او الفوليوم اللي احنا عاوزينه، عشان كده انا في عندي هنا ايه اكيورسي. تمام، بنتحكم بيها عن طريق الايه الستوب كوك دوت، وناخد اللي احنا الكميه اللي احنا عاوزينه، عشان كده عندك البيبت ثابت عندي، في عندي 10 15 25
وهكذا. في ممكن يكون اقل شويه، ممكن يكون 4 1 ولا وات ايفر، بس وده اشهر الفوليوم بتاعتها 10 20 25، ما بتاخدش لحد 50 يعني، ما فيش عندي كبير قوي منها، لحد هنا بياخد لحد 50 فده كبير البريت، عشان كده الاكوست بتاعتها تكون اقل شويه. ده اونلي ميجر فيكسد فوليوم، لو اشتريت 20 بحط فيها 20، اشتريت 25 بحط فيها 25، اشتريت ال 4 احط فيها 4 وهكذا، املاها لحد الاخر وافضيها، عشان كده الاكوست فيها بتكون كويسه شويه اقدر اتحكم فيها. اوكي ده كده بالنسبه للجزء الاولاني، ذا فوليوم اوف ذا ليكويد ار ميجرد يوزنج ميجرنج سلندر، وعرفنا يعني ايه ميجرنج سلندر، وعرفنا عندي الداتا لو بيج فوليوم بيستخدم فيه ميجرنج سلندر لحد مثلا 200 250 او 100 سنتيمتر كيوب، تمام بستخدم ميجرنج سلندر. لو عندي سمول فوليومز يعني مثلا عندي 10 15 20 ممكن استخدم البيبيت فيهم، لو عندي في سوري 10 20 30 بستخدم البيبيت، لو عندي 50 ممكن استخدم البيوريت باكورسي اقل شويه. السمول فوليوم كان بيميجر يوزنج بيبيت اور بيوريت، فالبيبيت هنا بيكون اصغر اللي هو 10 5 وال10 وال15 وهكذا وال20، لكن البيوريت ممكن يكون اكبر شويه لحد 50 سنتيمتر كيوب، تمام. انا عندي اليونت بتاع الفوليوم زي ما قلنا كده بنقيسها بالايه، قلنا قبل كده الفوليوم بيتقاس بالمتر كيوب، ده حسب الستاندرد يونت متر كيوب، لكن انا عندي في الانسترومنتس دي طبعا مش بالمتر كيوب لان كلها انسترومنت صغيره، فممكن اقيس فيها بالسنتيمتر كيوب، ممكن اقيس بالليتر بالملي ليتر بالحاجات دي كلها. طب انا اليونت اللي انا هستخدمها هنا، طبعا انا معظم الحاجات اللي في اللاب بستخدم فيها موضوع الايه الليتر، الليتر او الملي ليتر او الديسيمتر، فدلوقتي انا هعرفكم طريقه برضه بحيث تفهموها وتحفظوها في نفس الوقت ازاي تعرف ايه الليتر. عارفين انتوا ازازه البيبسي اللي احنا بنجيبها الصغيره دي، سوري ازازه البيبسي الكبيره دي اللي بنشتريها من المحل الطويله دي، او السبرايت او كوكاكولا او ايفر يعني، دي بتكون تقريبا حوالي لتر ونص تقريبا، ممكن احيانا بتوصل 2 لترز، في ازاز منها تكون صغيره شويه بتبقى 1 لتر، تمام. الازاز دي 1 لتر، الازازه ال 1 لتر دي 1 لتر يعني فيها 1 ديسيمتر كيوب، يبقى هو 1 لتر هو نفسه 1 ديسيمتر كيوب، تمام تمام. طيب ايه علاقه الليتر بالسنتيمتر بالديسيمتر بالحاجات دي كلها؟ انت عارف يعني ايه سنتيمتر كيوب؟ يعني لو جبت حاجه كده طولها 1 سنتيمتر، حاجه كده 1 سنتيمتر باي 1 سنتيمتر باي 1 سنتيمتر اللينث والويث والهايت، يبقى الفوليوم بتاعها 1 تايمز 1 تايمز 1 يبقى 1 سنتيمتر كيوب، تمام. ده بالظبط عامل زي عقله الصبع بتاعتك كده، عارف عقله الصبع بتاعتك؟ بس عقله الصبع ممكن اكبر شويه يعني ممكن اطول من 1 سنتيمتر، بس السيكنس بتاعها بيكون اقل شويه، فتقدر تعتبر قد عقله الصبع الصغير او قد العقله بتاع الصبع بتاع الايد، تمام، او قد الكيوب بتاع السكر مكعب السكر، لو حد فاكر السكر المكعبات، تمام، الشوجر كيوبس، هو قد الشوجر كيوبس كده قد مكعبات سكر، تقدر تعتبر قد عقله الصبع. فازازه البيبسي دي اللي انت جبتها، لو جبتها اللي هي ال 1 لتر دي، تمام، الكبيره شويه دي مش اكبر واحده خالص يعني، لو انت جبتها وجبت فيها 1000 مكعب من بتوع السكر وحطيتهم، او 1000 من عقله الصابع دي وحطيتهم صغيرين دول، هتتملي، تمام. ف1 لتر كيوب يعني 1000 من مكعبات السكر، تمام، الازازه دي اللي هي وكل مكعب فيهم 1 سنتيمتر كيوب، يبقى 1 لتر هو نفسه 1000 سنتيمتر كيوب، يعني 1000 من المكعبات الصغيره، تمام، ده ال1 لتر. يعرفنا 1 لتر ازاي احفظهم، ده طريقه عشان تحفظهم بيها، تمام. طب ما انا عندي 1000 كيوب يعني ايه؟ مش انا كان عندي 1 ديسيمتر يعني 10 سنتيمتر، ايوه. طب لو عملت كيوب 1 ديسيمتر 1 ديسيمتر ايكوال 1 سنتيمتر، تمام. طب ما انا عملت كيوب هنا وكيوب هنا للطرفين، يبقى 1 ديسيمتر كيوب، سوري 1 ديسيمتر، سوري 1 ديسيمتر equal 10 سنتيمتر، اوكي. لو عملت كيوب هنا وكيوب هنا، سوري 1 ديسيمتر equal 10 سنتيمتر، لو عملت كيوب هنا وكيوب هنا يبقى عندي 1 ديسيمتر كيوب equal 10 كيوب يعني 10 يعني 1000، تمام، 1000 سنتيمتر كيوب، يبقى ال 1 ديسيمتر كيوب هو 1000 سنتيمتر كيوب. طب ما لسه قايل 1000 سنتيمتر كيوب دي يعني 1000 من عقله الصابع او 1000 من المكعبات السكر دي قلنا عباره عن 1 لتر، عبيهم في ازازه بيبسي اللي هي 1 لتر او ازازه ميه اللي هي 1 لتر، تمام.
طب ال1 ديسيمتر هو نفس ال1 لتر. ايوه هو فعلا ال1 لتر اوكي ايكوالز 1 ديسيمتر ايكوالز 1000 سنتيمتر كيوب. تمام، يبقى التلاته قد بعضه. يبقى انا كده عرفت ال1 ديسيمتر، لو قال لي 1 ديسيمتر هي نفسها 1 لتر، هي نفسها 1 لتر، هي نفسها 1000 سنتيمتر كيوب. ده كده خلاص عرفنا. تمام، طب بالنسبه بقى ل1 ديسيمتر كيوب دوت، طبعا ديسيمتر كيوب مش ديسيمتر لان ده فوليوم، والليتر فوليوم. تمام، الليتر نفسها كلمه ليتر ما فيهاش كيوب، الليتر نفسها فوليوم والديسيمتر كيوب فوليوم. تمام، طيب انا دلوقتي عندي 1 ديسيمتر كيوب او 1 لتر ده فوليوم، طب ايه علاقته بالمتر؟ انا دلوقتي عرفت علاقته بالايه، بالسنتيمتر. عارف انت تانك خزان الميه اللي بيبقى فوق البيوت دوت، فوق سطح البيت كده في خزان ميه كبير كده وليه غطا كبير ونخزن فيه الميه للبيت، في بعضهم بيبقى 1 متر كيوب بعضهم 2 متر كيوب بعضهم اكتر وبعضهم اقل. طب حسب لو كل شقه عامله خزان نفسها او حاجه، فممكن يكون الخزان الكبير ده، الخزان الكبير ده لو جبت 1000 ازازه ميه او 1000 ازازه بيبسي ومليتهم ميه وعبيتهم هنا كده هيملوا الخزان ده. يبقى 1 ده في 1 متر كيوب، يبقى 1 متر كيوب ايكوال 1000 لتر، 1000 ازازه ميه مليئه لتر دي نقدر نملاهم في الخزان ده يملوا لنا ال1 كيوبيك متر. يبقى لو خزان الميه اللي فوق بيتنا 1000 كيوبيك متر، تمام، معناه ان انا محتاج 1000 ازازه ميه مليئه 1 لتر احطهم فيها. تمام، طب ما انا عندي اصلا ازازه الميه قلتنا 1 لتر هي نفسها 1 ديسيمتر كيوب، صح، هي نفسها 1000 سنتيمتر كيوب. احنا كده كده عرفنا ايه كل اليونتس اللي موجوده عندي، حفظناهم، اتمنى كده يكون ايه واضح. يبقى خلينا نبص هنا كده، the unit of the volume in this instrument بتتقاس بالايه، بالليتر. تمام، او الديسيمتر كيوب، مش معنى لتر يعني لتر، ممكن لتر يعني او ملي لتر العيله بتاعت الليتر، او مايكروميتر او ملي لتر او كيلو لتر او اي حاجه من الحاجات دي. طبعا احنا بنقيس عشان هي صغيره بنقيسها غالبا بالملي لتر. تمام، فانت لو عندك ال1 لتر ايكوال 1000 سنتيمتر كيوب، تمام، ده 1 لتر ايكوال 1 ديسيمتر كيوب، ديسيمتر كيوب ايكوال 1 لتر ايكوال 1000. طب لو انا عندي عاوز ملي لتر، مش 1 لتر، عاوز 1 ملي لتر، 1 ملي لتر، ملي يعني 10^-3، يبقى 10^-3 تايمز 1 تايمز 1000 يبقى ايكوال ايه، ايكوالز 1. يبقى 1 ملي لتر هي نفسها 1 سنتيمتر. يبقى ما حد يقول لك ملي لتر يبقى هي ايه، هي نفسها 1 سنتيمتر كيوب. تمام، يبقى 1 ملي لتر هي 1 سنتيمتر كيوب. كده خلاص عرفناهم، خليني اكتبهم لك مره ثانيه. يبقى انا عندي هنا ايه، 1، خلينا ناخد ديفرنت كلر، 1 ملي لتر ايكوالز 1 سنتيمتر كيوب. طيب، طب وانا عندي 1 لتر هي نفسها 1 ديسيمتر كيوب، هي نفسها 1000 سنتيمتر كيوب. تمام، عشان كده انا عندي هنا ايه، هنا 1 لتر لو خليتها 1 ملي لتر ده دي كده 1 ملي لتر، يبقى ملي تايم 10^-3، اعمل هنا تايم 10^-3 يديني 1. تمام، هو ده الفكره بتاعتها. طيب، يبقى دلوقتي انا عندي اليونت اوف ذا فوليوم اللي هو الديسيمتر كيوب، قلنا الديسيمتر دي يعني ازازه البيبسي الصغيره اللي هي اللتر، يعني مش التو لتر، التو لتر. تمام، ازازه البيبسي او ازازه الميه اللي هي 1 لتر. تمام، ده الديسيمتر اللي هي 1 لتر. 1 ديسيمتر كيوب هو 1 لتر، وال1 لتر يعني 1000 سنتيمتر ايه كيوب. 1 متر كيوب التانك بتاع الميه الكبير اللي فوق البيت عندنا ده اللي فوق السطوح، تمام، ده 1 متر كيوب بنحط فيه ازازه ميه 1000 ازازه ميه نفضيهم فيه عمال يتملي. تمام، يبقى 1 متر كيوب 1000 ديسيمتر كيوب، هو الديسيمتر يعني لتر. تمام، ولو انت عايز تحسبه بقى تحوله بالسنتيمتر هتحوله ايه، متر كيوب 10^6 سنتيمتر. من اهم الحاجات عندي ان انا في بعض الحاجات بريكوشنز لازم اخدها لما اجي اعمل ريدنج ليل او اجي احسب الفوليوم. فده دايما بيجي سؤال يقول لي ايه الايرورز الموجود، اقول له ان هو ما عملش كذا كذا، او ايه البريكوشنز الاحتياطات لازم ياخدها، اقول له هو لازم يعمل كذا كذا. تمام، فالبريكوشن دي سواء كان جالك سؤال ايرور او بريكوشن هتظبط انت الاجابه زي ما هو عاوز. لو قالك البريكوشن يبقى هو لازم يعمل، لو قالك الايرور يبقى هو ممكن احتمال يكون ما عملش الحاجات دي. ذا فولوينج بريكوشن شود بي تيكن انتو كونسيدريشن، لازم ناخدها في اعتبارنا لما يجي نعمل. اول حاجه ان الميجرنج سلندر ماست بي فيرتيكال، لازم تكون فيرتيكال. تمام،
ولازم تكون محطوطة على حاجة by putting it in a horizontal bench. محطوطة على حاجة horizontal وهي أصلا كده كده جاية من المصنع vertical، فلو اتحط على حاجة horizontal تبقى vertical بالظبط. تمام. تاني حاجة إن زي ما قلنا قبل كده، أما أجي أخد reading لأي حاجة لازم أخدها parallel perpendicular على اللي على المسطرة. لو عندي هنا المسطرة هنا كده الرولر هنا كده، أعمل عيني شعاع اللي طالع من عيني يكون perpendicular عليه، أعمل right angle، وده كده المسطرة وده كده رايت انجل، شعاع اللي هنجي من هنا رايت انجل عليه. تمام. طب بس انا ما عنديش هنا رولر او حاجه. ايوه بس انا عندي جراديويتد سلندر، هو نفسه عباره عن مسطره، شايف انت 100 200 300 and so on. تمام. ملي ليتر، فلازم يكون الخط ده بتاع الجراديويشن. تمام. بيكوز اتس جراديويتد سلندر. تمام. يبقى ايه اللاين الري اللي طالع من عيني لازم يكون هوريزونتال وده يكون فيرتيكال، فيكون عامل رايت انجل مع بعضه. تمام. يبقى لازم your eye the eye should be placed perpendicular to any scale. ليه لازم اكتب كلمة parallax to avoid parallax error؟ تخليها تحفظها زي اسمك. اي reading هتاخدها في اي حاجة transparent، اي جسم شفاف هتاخد reading منه، لازم تكون بتاخد reading بتاعتك perpendicular على ال scale to avoid parallax error. تمام. to avoid parallax، تحفظها زي اسمك الكلمة دي او تحفظها زي اسمك. تمام. The reading should be taken at the bottom. انا عندي الليكويدز انواع، كل الليكويدز اللي في العالم ايه بتبقى ايه، لو انت جيت تشوف الليكويد كده هتلاقي الليكويد هو طبيعته بيكون هورزنتال كده، بس في حاجه اسمها التنشن فورس مع سطح، يعني الميه لما بتيجي تلزق تلمس الازاز، الازاز وهي الميه هي نازله من فوق كده بيفضل حبه منهم لازقين في الحرف من هنا كده. تمام. من الحرف ومن هنا كده تلاقيها طالعه لفوق شويه كده، فهي في الحقيقه هي عباره عن هورزنتال، بس اخر حته بس فيها بتكون ايه عشان التنشن فورس لازقه في السطح من فوق شويه كده ومن هنا كده. تمام. فكل الليكويد بيبقى في عندي حاجه ايه اسمها المينيسكس. المينيسكس دي اللي هي الكيرفد سيرفيس اوف ذا ليكويد، سواء ووتر او غير ووتر. تمام. ما عدا في ليكويد واحد اللي هو اصلا يعني معظم الحاجات البيهيفير بتاعه بتلاقيه عامل زي الميتلز، بس هو في الاخر هو ليكويد، بس عنده يعني معظم البروبرتيز بتاعته هي البروبرتيز بتاع الليكويد، هو الميركوري. تمام. خليني برضه اوريك شكله عشان خاطر ايه تبقى انت عارفينه. شايفين الشكل هنا عامل ازاي؟ يبقى انا لو جيت ابص هنا ده ليكويد عادي جدا، ووتر او اي حاجه، اي ليكويد، كل ليكويدز بتعمل المينيسكس بتاعها بيكون الكيرف بتاعه لتحت. تمام. يكون كيف كده الكيرف صفر صح كل تحت، يعني هو اصلا بيكون هورزنتال بس الحرف بتاعه لازق في الازاز من هنا كده ولازق في الازاز من هنا كده، زي ما يكون خايف من الجناب كده وماسك في الازاز. تمام. لكن الميركوري بيكون اعلى من الوسط وماسك من هنا كده. تمام. فبيكون مقلوب، هو عكسهم كلهم، المينيسكس بتاعته بتكون فوق. انا باخد الايه دايما الريدنج بتاعته واخده عند المينيسكس، يبقى لو دوت ووتر او اي ليكويد باخد من تحت من هنا، كل الليكويدز باخد من البوتوم اوف ذا كيرف كيرفتشر. تمام. او ذا كيرفت سيرفيس من البوتوم بتاعه، ما عدا الميركوري باخد من النقطه الايه المينيسكس بتاعته اللي اعلى نقطه. يبقى كل الليكويد باخده من البوتوم اوف ذا مينيسكس اوف ذا كيرفت سيرفيس ما عدا الليكويد، ما عدا الميركوري، ليكويد ميركوري باخده منين؟ من التوب بتاعه. تمام. اتمنى تكون النقطه دي واضحه. خليني برضه اوريكم شكل تاني ملون برضه من اشكال اللي مش شرط ان هو يكون بس الميركوري، يعني زي ما قلت لكم كده كل الليكويدز بتاخد الكيرفتشر بتاعها بكل تحت كده. تمام. ما عدا هو الميركوري فقط، فهتلاقيه مقلوب، فده المينيسكس بتاعه فوق اعلى نقطه، كلهم المينيسكس بتاعهم من تحت ما عدا الميركوري، المينيسكس بتاعه بيكون من فوق. وزي ما احنا شايفين كده اما اجي اخد الريدنج بتاعته ده الكونكيف اهو، كونكيف باخد الريدنج بتاعته منين؟ من البوتوم بتاع المينيسكس بتاعه، لكن الميركوري باخده من التوب. تمام. يبقى هنا النقطه بتقول ايه، the reading should be taken at the bottom of the meniscus لكل الليكويد، for all liquid surface، but for mercury the reading should be taken at the top of the meniscus. اعتقد كده واضحه النقطه دي. تمام. كده خدنا ال volume of liquids، دلوقتي هناخد الفوليوم اوف سوليدز. انا عندي السوليد انواع، ممكن يكون عندي كيوب مثلا زي كده شكله ريجولر، ممكن يكون عندي سفير،
ممكن يكون عندي اشكال كتير جدا جدا، ممكن يكون عندي كون، ممكن يكون عندي اي شكل من الاشكال اللي الريجولار شيبس، وممكن يكون عندي حاجه الريجولار يعني حجر عامل كده. طب اقيسه ازاي ده؟ انا عندي في قاعده بتقول يعني بوجه عام ان الفوليوم بتاع اي حاجه هو عباره عن الاريا بتاع البيز تايمز الهايت بتاعها، تمام؟ الاريا بتاع البيز تايمز ايه؟ تايمز الهايت، اريا البيز تايمز الهايت. طبعا في بعض الحالات بقى الاستثناءات، لو عندي بيراميد وحاجات زي كده يبقى 1/3، لو عندي كون برضه يبقى 1/3 والحاجات دي، دي الخلق. بس هي بوجه عام اللي بغض النظر عن 1/3 ولا مش 1/3، هي بوجه عام اي حاجه ليها بيز الاريا اوف ذا بيز تايمز الهايت، تمام؟ ده الفوليوم بتاع اي حاجه، اللينس تايمز ويدث تايمز هايت. في حاجات بقى تايمز 1/3 لو هي شكلها شكل ايه؟ شكل كون او شكل مثلث او شكل اي حاجه زي كده، تمام؟ او تراين. ده بالنسبه لي للريجولار شيب. طب الريجولار شيب ما اقدرش ان انا اجيب، ما اقدرش ان انا احدد لها الفوليوم بتاعها عن طريق الحسابات، ليه طرق تانية. طيب هو طبعا المفروض ان احنا يبقى عندنا اليونت او اللوز بتاعت الفوليوم، بس خلينا برضو بطريقه سهله وبسيطه ان انا احفظها لكم ازاي تعرفوها. The volume of regular solids، الفوليوم بتاع اي rectangular block، لو جبت بلوك كده rectangular block زي ده، هو عباره عن ايه؟ اللينث تايمز الويدث تايمز الهايت، تمام؟ ال wh اللينث تايمز الويدث تايمز الهايت، اي شكل من الاشكال بتاعته، تمام؟ ده rectangular block او rectangular shape. طب بالنسبه للسفير، السفير ده بنتكلم على الفوليوم، اي حاجه فيها فوليوم لازم تكون كيوب، متر كيوب، سنتيمتر كيوب، مليمتر كيوب، تمام؟ لتر، تمام؟ ديسيمتر كيوب، ديسيمتر كيوب او لتر، تمام؟ لازم يكون حاجه فيها كيوب كيوب كيوب، ما طبعا عدا لتر، لان هي لتر نفسها هي نفس ككلمه يعني هي معناها كيوب، تمام؟ معناها ديسيمتر كيوب، ده معنى لتر، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي لازم اعرف ان هي كيوب. طب ما انا عندي هنا اللينس متر، الويدث متر، الهايت متر، يبقى متر متر تايمز متر تايمز متر ايكوال متر كيوب. طبعا لو كان سنتيمتر 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 يبقى سنتيمتر كيوب اند سو اون، تمام؟ طب انا عندي الفوليوم، انا عندي الاريا بتاع السيركل عباره عن باي ار سكوير، لو انت عايزينها، او في ناس بتقول لك باي دي، سوري باي دي سكوير ديفايدد 4، خلينا ناخدها باي ار سكوير عشان في معظم الناس بيحفظوها بالشكل دوت، باي ار سكوير. بس ده الاريا، انا عاوز الفوليوم، الفوليوم بتاعها بخليها كيوب، باي ار كيوب، لان الفوليوم ما ينفعش يكون، ما ينفعش الفوليوم يكون سكوير، تمام؟ بس دي هنا اعمله 4 اوفر 3، تمام؟ يبقى هي باي ار سكوير بخليها كيوب بدل سكوير، وهنا 4 اوفر 3، ده الفوليوم بتاع السفير، تمام؟ عشان نحفظه. طيب امال السلندر، السلندر ده ابسط حاجه خالص واسهل حاجه خالص. هي السلندر الاريا بتاع، مش قلت لك اي اريا حاجه عباره عن البيس تايمز الهايت، تمام؟ ما عدا الكون طبعا لان الكون فيها 1/3، بس انا دي مش حاله الكون اللي عندي، تمام؟ فانا عندي السلندر عباره عن الاريا بتاع البيس، البيس عباره عن سيركل والهايت اتش، صح؟ فاعمل الاريا بتاع السيركل عباره عن ايه؟ باي ار سكوير، ده السيركل تايمز ايه؟ اتش، تمام؟ يبقى باي ار سكوير اتش، باي ار سكوير اتش، تمام؟ ده الاريا بتاع الفوليوم بتاع السلندر عباره عن الاريا بتاع البيز تايمز الهايت، بس الار هي ليه؟ هي الار، هو المفروض تبقى ار سبور، يعني الار هي الراديوس، تمام؟ ده بالنسبه للريجولار شيب. طب انا لو عندي الريجولار شيب بعمل فيه ايه؟ مفيش عندي حل في موضوع الريجولار شيب ده غير طبعا بس يكون حاجه انسليوب اللي ما بتدوبش، تمام؟ فاعمل ايه؟ لان انت لو حاجه سوليوب لو حطيتها خلاص انت خسرت الحاجه نفسها. يعني مثلا جبت شوجر كيوب وحطيته، هتعرف الفوليوم بتاعه بس هتخسره، مش هتعرفه بالظبط طبعا، يعني لان هيدوب يدخل في المسام اللي بتوين بارتكلز وبعضها، بس ايا كان الفوليوم هيزيد شويه، مش هيزيد قوي بالشكل اللي انت عاوزه، بس ايه؟ بس هيزيد شويه، تمام؟ لكن انت عشان تقيس الفوليوم بتاع حاجه لازم تكون حاجه دي انسوليوب، الماده ما بتدوبش، عشان تقدر تاخدها وتستخدمها بعد كده، وما تدخلش في الايه؟ في الجابس اللي بتوين البارتكلز، تمام؟ فايه؟ فتقوم مزود لك الفوليوم بتاعها. في عندنا طريقتين بيقيسهم بيها، اشهر طريقه اللي هي الميجرنج سلندر، بجيب ميجرنج سلندر زي دي جراديويتد، تمام؟ فيها ايه؟ فيها ارقام 10 20 30 ولا وات ايفر، يعني ارقام ولا 100 200 وتبقى، واحط فيها ميه لحد ليفل معين واخد الريدنج بتاعها في الاول. طبعا دي بتقيس فوليوم، الفوليوم بتاعي هنا 30 مللي لتر او 30 سنتيمتر كيوب، احنا قلنا الملي لتر هو نفسه السنتيمتر كيوب، تمام؟ لان عند الليتر في 1000 سنتيمتر كيوب، الليتر او الديسيمتر هو 1000، يبقى الملي في على طول 1 سنتيمتر كيوب، تمام؟ فسواء قال لي سنتيمتر كيوب او مللي لتر هي نفس الحاجه.
فاجيب سلندر فاضيه واحط ايه، واحط فيها كميه ليكويد او ووتر او ايفر لحد فوليوم معين. حاطط مثلا هنا 30 ده في 1 الفوليوم الاول، انا خدت الريدنج بتاعت في 1 ايكوال 30، واجي بالراحه سلولي بحط بروتوفروب او حاجه حبل صغير كده في فيري سمول سترينج، واربط فيه الحجر كده او الحاجه اللي عند الريجولار شيب دي، تمام، وابدا احطها بشكل بالراحه كده في قلب الليكويد عشان ما تعملش طرطشه، ما يبقاش في عندي لوس او سبيل اوفر، حاجه تطرطش من الميه وتقع بره الايه، بره الميجرنج سلندر، تمام. وفي نفس الوقت الشكل بتاعه تقول بي سيتلد فيري فاست، ما يقعدش يتحرك لفتره كبيره السيرفس بتاعه. فبنزل جنتلي كده بالراحه احط اللي الحاجه هنا واستنى لحد ات سيتلز، لحد ما يستقر تماما، تمام. فبربط بس بسترنج كده واحط هنا كده وامسكه اتحكم فيه، تمام، بالراحه بنزله بالراحه هنا كده وابدا اشوف ايه الزياده اللي حصلت. اما استقر خلاص ابدا اشوف ايه الفوليوم وصل لحد كام، لحد 40، تمام. طبعا ده ليكويد، فباخد الريدنج عند الميسكس من تحت من هنا، وكون الريدنج بتاعتي ايه من الاي بتاعي قد ايه، الليفل بيربنديكولار تو ذا سكيل، تمام، عمودي على او فيرتيكال تو ذا سكيل، تمام. نفس الاحتياطات اللي قلناها المره اللي فاتت في الريدنج بتاع اللي الميجرنج سلنت، فلقيت هنا بقت 40 وهي كانت 30، معناها ان الفوليوم بتاع الروك دوت او الريجولار شيب ده كان 10، تمام. باي يوزنج اول حاجه باي يوزنج ميجرنج سلندر، ده ميجرنج سلندر، تمام. بوت سام ليكويد ان ذا ميجرنج، حط سام ليكويد لحد اي ليفل انت عاوز، يكون ريزنبل يعني مش يكون اقل من الـ من الـ من الـ من الفوليوم بتاع الحجر نفسه، يكون اعلى من الفوليوم بتاع الحجر عشان يقدر يغطيه بالكامل يعني، تمام. يكون يعني الحجر كده يكون هو اعلى من الحجر، هيجي هنا يبقى هو اكبر منه شويه، مش هيجي الحجر هنا كده واحط ميه لحد هنا، ما فيش اي فايده ليها يعني، تمام. انزرت ذا سوليد جنتلي، حط الحجر بالراحه كده جنتلي انتو ذا ميجرنج سلندر، سو ات انتل ات بيكام توتالي ايمرجد، اوكي، منغمسه بالكامل، غرقانه بالكامل، غطسانه بالكامل، تمام. اند ميجر ذا فوليوم وسميه في 2، يبقى عندي كده في 2 بعد ما حطيته في 1، في 2 ماينس في 1 هو دوت الفوليوم اوف ذا سوليد، تمام. عندي النوع الثاني بيسموه الديسبيسمنت كان، الديسبيسمنت يعني بجيب كان وملاها اب تو ذا ليفل بتاع الفتحه دي، في عندي هنا كده ايه الاوبننج اللي هنا دي بملاها لحد الليفل بتاعها، بحيث ان انا لو زودت نقطه صغيره كمان كده هتبدا تنزل هنا في السلندر، تمام. وقفت كده على كل حاجه وطمن، باخد السلندر دي وافضيها تماما، اتاكد ان هي فاضيه خالص، واجيب واحده ثانيه جافه درايت واحطها هنا جديده خالص مكانها، وابدا جنتلي بالراحه احط الايه الحجر الستون اللي عندنا كده او السولد اللي عندي، ابدا اللي هو الريجولار شيب ابدا انزله، كل ما احطه يبدا يعمل الايه ايمرجنج، يتغمس هنا كده تحت سينكينج داون، اللي يحصل الليفل بتاع الوتر هينكريز ويبدا الوتر ينزل من هنا كده لحد ما يتغمس بالكامل، هينزل لحد ما يفضي كميه ميه قد الفوليوم بتاعه، وبعد كده هيقف، ولا ميه تيجي من هنا ولا من هنا. اخد السلندر دوت واشوف كميه الميه اللي جت فيها قد ايه، 10 20 30 32 مثلا، يبقى 32، تمام. باي يوزنج ديسبيسمنت كان اند ميجرنج سلندر، فدول بيجوا مع بعضهم وان كومباينيشن، ديسبيسمنت كان ومعاها ميجرنج سلندر عشان الميه اللي هتقع فيها او اللي هتنزل فيها، تمام. فيل ذا ديسبيسمنت كان to its full capacity up to this level، تمام، up to the opening level، up to the nozzle level، تمام، مش full لحد هنا كده، ما انت لو مليت لحد هنا هتفضل تقع لحد ما توصل ايه، لحد ما توصل هنا، هتضطر ساعتها تاخد الايه الميه اللي تقع هنا وتفضيها قبل ما تبدا الاكسبيرمنت، هتقف فيها لحد شكل ده في الاخر وتاخدها تفضيها، تمام. فانت تملاها بس لحد الليفل ده، لحد الاكل ان هي بدات تقع، خلاص تاخد ده تفضيه او تجيب واحد تاني درايد تحطه مكانه. انزرت the solid gently in the displacement okay can and collect the volume of the water that floods، الووتر اللي تبدا تعمل لها حصلها flooding okay that the volume that floods from the can in an empty measuring cylinder، خلي الميه دي تنزل في empty، اهم حاجه يكون empty عشان ما يكونش في اي ووتر residual water من اي experiment قبل كده او من اي حاجه يعني في تحضيرات الاكسبيرمنت نفسها، تمام، في preparation of the experiment. ريد ذا فوليوم، بعد ما انزلك الميه اللي هنا كده الديسبليسد ووتر، ريد ذا فوليوم اوف ذا ميجرنج سلندر ويتش از ذا فوليوم اوف ذا سوليد، دي الطريقه الثانيه تري الديسبيسمنت كان اند ميجرنج سلندر. ملاحظه هنا لو انت عندك الحجر ده في قلبي هواء، يعني في حته كده في قلبي هواء في الوسط، الحجر ده هينزل بالفوليوم ده وهيزق كميه ميه قد الفوليوم بتاعه، تمام، فساعتها يبقى الحجر ده الفوليوم بتاعه الحقيقي ماله، الفوليوم بتاعه الحقيقي اصغر، لان في حته هواء في الوسط، الفوليوم بتاعه الحقيقي اصغر من كميه الميه اللي طلعت، فما يكون اكتر شويه اكتر من الاكتوال،
وساعات بقى على الحرف هنا كده، بس حته التجويف حبس حبه هواء، والهواء دول ما طلعوش منه تمام، فنزلوا في الميه والهواء ده ما فيش ميه دخلت مكانه، فالهواء ده عمل فوليوم فزق كميه ميه مكانه تمام، فالفوليوم بقى اكتر من حجم الفوليوم، حجم ايه؟ حجم الستون هي. فده ساعات بيجي سؤال كده يقول لك احتمال اللي مثلا عمل رغم ان حجمه كان كذا، بس طلعت الريدي مثلا هنا مثلا 40.1 وهنا كان مثلا 40، البوينت 1 ده جه منين؟ ممكن يكون في بعض الجابس هنا او فاكيوم او اير موجوده في قلب الروك نفسها، فممكن تعمل اير. هنقراها دلوقتي. Read the volume of the measuring cylinder which is the volume of the solid. Note that in both methods في الطريقتين الاثنين هنا او هنا، if the solid traps air بيحبس اير جواه او على الحرف حتى في التجويف من هنا كده، بس حابس الاير تمام، so that some volume of the air cannot be occupied by the liquid. فبالتالي اللي الجاب دي الليكويد مش قادر يخش جواها تمام عشان يقدر يعرف الفوليوم الحقيقي، وبالتالي هيعتبر ان ده جزء من الحجر لان الهواء منع الليكويد انه يدخل جواه، فهيزق حبه ميه مكانه ويطلعهم بره هنا. cannot be occupied by the liquid. So the measured volume اللي هنا كده هيكون great في الحقيقة، it will be greater than the true volume of the solid. يعني ممكن يكون air جوه هنا وبالتالي measured volume أكبر من volume بتاع solid، لأن دخل حسب حبة هوا كانوا trapped هنا في قلب الحجر مثلا موجودين جواه أو حاجة. فهنا دي one of the possible أو potential errors اللي ممكن يكونوا موجودين عندي، فلازم برضه نعمل حسابنا عليهم. عشان كده انت لو نزلته gently والاير كان هنا على الحرف، هيبدأ الاير ده يعمل بابلز ويطلع ويدخل مكانه مية، وبالتالي لما يدخل مكانه ميه الميه دي هتدخل في الحته دي ومش لكن لو ما دخلتش هنا هتضطر ان هي تخرج من هنا كده تمام. اتمنى يكون النقطه دي بالنسبه للميجرمنتس اوف ماس. لو في عندي ماس معينه وعاوز اقيسها، طبعا انا في عندي بس حابب اذكركم في فرق بين الماس وفي فرق بين الويت. الويت دوت فورس طبعا هو عباره عن الماس تايمز 10 اللي هو الجرافيتي تمام، ام جي ده ما احنا عارفين هنا F equal MA mass acceleration اوكي ده الفورس، وفي حالة الويت بيكون F equal MG الاكسليشن بيكون الجرافيتي تمام، فبيكون 10 تايمز الماس ده الويت. في بعض السكيلز الاجهزة بيكون اصلا مبرمجة ومظبطة بكده كده نيوتن على طول، نيوتن ده يبقى الويت مش الماس تمام. الماس بتقاس بالجرام او بالكيلوجرام او بالال بي لو انت في يوكي او كده، لكن انا عندي الفورس او الويت بتقاس بالنيوتن، لو مكتوب نيوتن يبقى ده كده عدول ويت، يبقى هو الجهاز اصلا نفسه مبرمج ان هو بيتعمل تايمز 10 الريدنج بتاع لك تايمز 10 تمام. لكن عندي هنا مثلا لو مكتوب جرام زي دي كده ده معناه ان دوت ماس تمام. الماس هي كميه الماده اللي موجوده جوه الحاجه، يعني لو الماس بتاعك كميه الماده اللي موجوده جوه جسمك اللحم والعظم والدم والحاجات دي كلها. The mass of an object is the amount of matter contained in this object. ده المعنى كلمة mass. تمام؟ The mass is measured in kilogram. ده طبعا في SI. Or in gram. تمام؟ 1 kilogram طبعا أي كيلو في الدنيا يعني 1000 وجرام. كيلو يعني 1000 وجرام زي ما هي. يبقى 1000 جرام 1 kilogram. The mass of an object depend on what؟ بتعتمد على الدنسيتي بتاعتك، يعني انت مثلا الماس بتاع عظم غير الماس بتاع قطن غير الماس بتاع سكر، كل بتعتمد على نوع الاتومز الموجود عندك وكميه الاتومز. يعني مثلا لو جبت 20 اتوم مثلا سكر غير 5 اتوم سكر غير مليون اتوم من السكر تمام، هم كلهم نفس الحاجه بس العدد بتاعهم بيختلف. وبرده نفس الحاجه لو جبت 5 اتوم سكر غير لو جبت 5 اتوم من القطن تقريبا تمام، فالقطن هنا بيبقى خفيف جدا بالمقارنه بالسكر وبالمقارنه بالملح، فبتعتمد على النوع والعدد بتاعهم تمام. يبقى the mass of the object depend on the number of atoms and the type of atom تمام، هو ملح ولا سكر ولا حديد ولا ايه، والnumber of atom هل هو 5 ولا 500 ولا 1 مليون ولا 5 مليون ولا ايه بالظبط تمام. الماس عندي theoretically طبعا ثابته، يعني الماس بتاع مثلا حته ستون زي دي ثابته، الماس بتاع الميزان دوت ثابت المفروض ما بيتغيرش طبعا بفرض ان في كونديشنز معينه حاصله، يعني بنفترض ان هي ثيوريتيكالي المفروض ان هي ثابته. It doesn't depend on the temperature اوكي ولا المكان اللي انت بتقيس فيه ولا التايم، يعني لو خدت الماس وقستها على المون هتبقى هي نفس الماس اللي هي مثلا 25 جرام على المون هي نفسها على الايرث تمام، فما بتتغيرش حسب المكان بتاعها، رغم ان الجرافيتي بتتغير بس انا بتكلم على الماس مش بتكلم على الويت. الويت هيتغير طبعا من المون للايرث حسب الجرافيتي حسب الجي،
جي هناك 1.6، جي هنا 10، تمام؟ فقدوا 6 مرات في الايرث، قدها 6 مرات، وبالتالي الويت قد الويت 6 مرات، تمام؟ لكن الماس ثابته، ما بتتغيرش حسب المكان، ماشي؟ always constant. It does not depend on the temperature. طبعا كلمة temperature دي شوية يعني لو انت خدت المادة كاملة مش هتتغير، لو انت خدت جزء مثلا 1 سنتيمتر من المادة بطبعا بيتأثر مع التمبريتشر، لأنه بيحصل expansion أو shrinking أو كده، بس لو خدت المادة كاملة على بعضها مش هتتغير، مش هتتأثر، تمام؟ يبقى الماس بتاع الأوبجكت does not depend on the temperature ولا ال place ولا ال time، تمام؟ The mass can be measured by إيه؟ الحاجات ممكن يسميها، ممكن نستخدم التوبان بالانس، ده الميزان ده بيسموه التوبان، في البان بتاعته اللي هي اللي الطاسة أو الطبق اللي بيحط فوق هنا، ده اللي بيحط عليه حاجة وزن عليه، ده اسمه التوب بان، تمام؟ أيام زمان كان في عندهم سكيل، في سكيل بيعمل كده ويركب فينا كفة كده وكفة هنا، ويحط هنا الويت، ويحط هنا مثلا الذهب والطماطم والبطاطس والحاجة، ويبدا يشوف الميزان ده هيروح الناحيه دي ولا يجي الناحيه دي، ومين اتقل لحد ما يبقوا بالانس، وبقى يعرف ان الوزن ده هنا قد الوزن هنا، او الماس اللي هنا قد الماس اللي هنا، ده ايام زمان. وبعد كده يجي بعدها اللي هو الميزان اللي هو العادي، اللي هو بيبقى فيه تو بانز هنا، وان بان وان بان، وفينا حاجه في الوسط كده عشان يديك انديكيشن انا واحده فيهم اللي يعني هيروح يمشي الناحيه دي ولا هيجي الناحيه دي ولا هو هورزنتال، فتبدا تحط واحد فيه حديد واحد فيه الحاجه اللي انت بتوزنها، تمام؟ دايما بعد كده دلوقتي كل الموجود ده عندي هو الايه التوب بان، وفي حاجه تانية انواع جديده منها بيكون ايه مور ادفانسد يعني بريسايز يعني فبيقول لك هنا ذا ماس كان بي ميجرد باي توب بان بالانس، بالانس يعني ميزان، طبعا دوت ايه التوب بان الميزان ده بس عنده توب بان فسموه التوب بان بالانس اور سنسيتيف بالانس. الفرق بين الاثنين هم تقريبا نفس النوع، بس الفرق ان واحده فيهم مور اكوريت، يعني مثلا انا شفت هنا كده الجهاز دوت هلاقي عندي توب بان زي ده كده بالظبط، بس هنا 25 جرام مفيش اي ديسيمالز مفيش اي فراكشن، ده توب بان عادي، هنا توب بان بس في 2 ديسيمال بليسز يعني 0.00 يعني هيقول لي 25.1 25.00 25.01 25، فده مور سنسيتيف، تمام؟ مور سنسيتيف في 2 ديسيمال بليسز. بالعكس كمان في انواع كمان اكتر من كده بتبقى 3 ديسيمال بليسز، بس عشان تجيب حاجه 3 ديسيمال بليسز يعني انت بتاخد احتياطات اكتر من اللازم، فلازم تعملها كونديشن معينه. ايه الكونديشن بتعملها؟ لازم تتاكد حتى ان تاثير الهواء اللي جاي من الجنب من هنا، ان تاثير الهواء اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا الهواء ده بيأثر، انت عاوز حاجه 0.000 جرام، يعني اي حبه هواء صغيرين كده يجوا هيغيروا السكيل بتاعك، فعشان كده بيعملوا هنا جلاس حواليها عشان يمنع اي هواء اي تاثير للويند او للاير او الاتموسفير حواليها ان هو يجي، فبيعملها طبقه من هنا كده بتحميها من اي هواء او اي حاجه، لان ده فيري سنسيتيف 3 ديسيمال بليسز، تمام؟ يعني ممكن يقول لك مثلا 25 جرام 0.001، تخيل يعني يقول 25.001 يعني 1 جرام يقسمه 1000 حته ملي جرام يعني، ويبدا يسول. في الحاله دي انت لازم تحميه تماما من تاثيرات الهواء وتاثيرات الحاجات اللي حواليه، ده اسمه سنسيتيف بان، تمام؟ ده بستخدمه لو انا بقيس حاجه وزنها صغير جدا جدا جدا، تمام؟ يعني حاجه مثلا زي اليورانيوم الراديو اكتيف ماتيريال او الحاجات دي كده ممكن استخدمه فيها، تمام؟ Your mass can be measured by a top band balance or sensitive balance. Sensitive قلنا عليه اللي هو بيكون فيه 2 3 decimal places، في بعض الحاجات العاديه بيكون فيها 1 decimal place، ده ممكن يعتبر توب بان عادي، سواء في 1 decimal place زي ده كده 1 decimal 0.0 يبقى 1 ديسمال او زي ده كده مفيش اصلا ديسمال بليس، الاثنين دول يعتبروا ايه توب بانز عاديين، لكن لو 2 او 3 ده بيبقى ايه سنسيتيف توب بانز. ذا بالانس شود بي ايه البريكوشن، خد عن ان البالانس ده شود بي كلين، ما يكونش فيه حاجه لازقه فيه وبواقي من المره اللي فاتت اخر اكسبيرمنت كنت بعملها او اي حاجه، تمام؟ شود بي كلين، ولازم يكون هوريزونتال، تمام؟ لان لو ميه هيطلع ريدنج غلط لازم يكون البان محطوط على سطح هوريزونتال، لان لو مش هورزنتال ممكن يديني ريدنج من البدايه. ولازم اتاكد قبل ما ابدا اي حاجه ان البان بتاعي ان السكيل بتاعي دوت ما فيهوش اي زيرو ايرور، ما فيهوش ايه اي زيرو ايرور، زي ما انت شايف هنا كده السكيل بتاعي 0.000 كله ما فيش زيرو ايرور. زيرو ايرور يعني لما يكون الماس زيرو عندي هنا بيكون في ريدنج مثلا 1 او هنا مثلا 2 1 20 30 اي ريدنج، واصل مفيش انا لسه ما حطيتش اي ويت، يعني لسه الويت زيرو او الماس عندي زيرو وهنا في بيديني ريدنج، معنى كده ان هو عنده حاجه اسمها زيرو ايرور، لما كان الماس زيرو
كان هو بيدي ريدنج، معنى كده ان هو عنده حاجه غلط، فباجي اعمل ادجستمنت للجهاز ده عشان اتاكد ان هو مفيش عندي اي زيرو ايرور موجود فيه. تمام، فما يكون الكوانتيتي ايكوال زيرو لازم الميجرمنت بتاع الكوانتيتي ايكوال زيرو لازم يكون هو ات شود ريد زيرو از ويل. The balance should be clean، ده اول حاجه عندي عشان ما يجيب لي اي حاجه في الاكسبيرمنت ويقول لي ايه البريكوشن اللي ناخدها. البالانس شود بي كلين، البالانس شود بي هوريزونتال. تمام، it should read zero if no mass is placed on it. قبل ما احط ماس لازم it should read zero، ما عنديش zero error، بيسموه zero error free، يعني ما فيهوش zero error. تمام، when we want the mass of a very small object، تمام، زي بن مثلا، عاوز اجيب دبوس مثلا، عندي حبه دبابيس كده زي دبيس الشعر او اي حاجه بسيطه كده صغيره عاوز اوزنهم، ده وزنها خفيف جدا جدا، سهل جدا ان اي ايرور عندي هيبقى ايرور كبير. فاجيب مثلا 100 دبوس 100 واوزنهم كلهم مره واحده وطلع وزن الويد الماس بتاعهم، وبعد كده اعمل ديفايدد 100، اجيب 50 واوزنهم واعمل ديفايدد 50، اجيب 20 واوزنهم، فبالتالي بقلل احتمال الايرور. يبقى كده بوزن كميات اكبر زي ما قلنا قبل كده لما بنقيس الايه السيكنس او الحاجه بتاع البيبر، اجيب مثلا 500 ورقه مع بعضهم، او الواير بكيب اعمل وايندنج اكتر من مره وابدا اقيس واقسم ديفايد على عددهم. تمام، when we want to measure the mass of small objects like for example eg an example a pen okay we find the mass of a large number، نجيب ماس بتاع 50 60 100 of these pieces and then بعد ما اطلع الريدنج ابدا اعمل divided by the number of the objects which I have bought، وما اعمل ديفايد باي عددهم اجيب الافرج بتاعهم. طبعا المفروض ان انا اجيبهم من نفس العلبه من نفس المكان من نفس الباتش من نفس السايز من نفس كل حاجه، مش هروح اجيب دبابيس كبيره مع دبابيس صغيره واخد الافرج، لا المفروض لو انا عاوز اوزنهم 20 من نفس الدبوس، عاوز اجيب وزن الدبوس ده يبقى اجيب 20 من نفس البين طيب تمام ونفس البين سايز. بالنسبه للميجرمنت اوف تايم، فانا عندي بستخدم حاجه اللي اسمها الستوب ووتش او الستوب كلوك. لو في عندي لونج تايم مثلا بقيس حاجه لمده ساعه ولا ساعتين، بستخدم الساعه العاديه بتاعتي بتاع البيت او اي ساعه عاديه، اقول مثلا رايح مشوار مثلا من القاهره لاسكندريه فشوف ياخد قد ايه مثلا ساعتين ونص، ده ممكن استخدم فيه الواتش العادي. لونج تايمز يعني فيو اور تو اور ثري اور كان بي ميجر يوزنج كلوك او الواتش العاديه، اقول ده خد مني مثلا ايه ساعتين و45 دقيقه ساعتين و44 دقيقه، يبقى اقل حاجه عندي حسبتها هنا بالدقيقه. تمام، مينتس. شورتر تايم يعني عاوز حاجه لحد 1 اور مثلا او كده، احسن حاجه مثلا ماتش كره قدم او حاجه 45 مينتس الشوط الاول و45 مينتس الشوط الثاني، بستخدم حاجه اسمها ستوب ووتش. تمام، اب تو 1 اور بستخدم الستوب ووتش. تمام، او الستوب كلوك. وي ماست تشيك ذات ذا ووتش از سيت تو زيرو بيفور ميجرمنت اوف تايم، قبل ما ابدا لازم اتاكد ان ان ان, إن الكاونتر اللي عندنا زيرو زيرو قبل ما ابدا اي حاجه. تمام، لما افرض ان هو كان بادئ من اصلا من عندي من 0 10 يبقى النتيجه اللي هتطلع لي في الاخر لازم اعمل ماينس 10، يبقى انا كده مثلا عندي هنا 50 يبقى 50 ماينس 10 يبقى الوقت التايم اللي خدته 40، يبقى لازم اخصم منه الزيرو اوفسيتس، الخطا اللي كان عندي في الاول في الزيرو في اول ما الوقت كان زيرو كان في ريدنج في البدايه اخصمه منه. تمام، يعني واحد مثلا جه مثلا يشوف السكيل حتى سكيل هنا ولا السكيل اصلا فيه 10 جرام من الاول قبل ما يبدا، ممكن يستخدم السكيل، ايوه ممكن يستخدم نفس السكيل، لو طلع 70 يبقى 70 ماينس 10 يديك 60، يبقى الماس بتاعه اصلا هي 60، يخصم منه الزيرو اوفست لو مش عارف يظبطه، لكن افضل ان هو يرجعه يخليه زيرو قبل ما يبدا. تمام، فبيقول لك هنا وي ماست تشيك ذات ذا واتش از ريسيت تو زيرو بيفور ميجرينج ذا تايم، اذروايز لو ما عملتش كده يحتاج اعمل ايه اكوركشن تصحيح. يعني انا مثلا قايس التايم بتاعي مثلا التايم بتاعي مثلا 1 اور سوري بلاش 1 اور 1 minute مثلا 50 second وهو في البداية اصلا كان قاري 0 20 يبقى هي ايه يبقى هي مش 150 يبقى هي 150 minus 20 يبقى هي 130 1 minute 30 second ده النتيجة مش 150 لان كان في error في الاول 20، لازم اعمل لها ايه اعمل لها correction او adjustment او subtraction otherwise a correction should be made، اعمل تصحيح ليها. تمام، ده بالنسبه لايه لميني اورز او فيو اورز. الحاجه الثانيه بالنسبه اللي هو اب تو 1 اور استخدم ستوب ووتش، وهنا الكلوك او الووتش العاديه هنا ستوب ووتش. لو عندي بقى فيري شورت تايم يعني 1 سكند 2 سكند 3 سكند كده اعمل هنا ايه ده في الحاجات دي يعني ممكن يكون 1.01 1.02 وهكذا، ازاي استخدم ده؟ عم اروح اخد الريدنج واسجلها مثلا وارجع تاني مثلا اخد الريدنج بتاع الفولتميتر
وارجع تاخد اللي بتاع الاميتر، وده كله محتاجه مثلا في 1 سكند، هيكون اصلا عدى ال 1 سكند اساسا، فيكون عندي ايرور كتير. لو عندي بول مثلا بتنزل مثلا من ليفل معين وتبدا ايه وتبدا تقع 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 وتنزل لحد ليفل معين تاني، تمام؟ عم اخد الريدنج هنا واروح اسجلها واتك على الستوب ووتش واجي اشوف هنا واعمل، هكون وصلت تحت اصلا على الارض. ال 1 سكند ممكن تكون عدت مني، ولو عندي حاجه بتعدي في 1 سكند او 2 سكند او 3 سكند فيري شورت تايم، تمام؟ في الحاله دي افضل لي ان انا استخدم الكترونيك ميتر، الكترونيك ميتر او الكترونيك تايمر، تمام؟ الكترونيك تايمر، الكترونيك تايمر ده لازم ات ماست ستارت اند ستوب اوتوماتيكلي الكترونيكلي، تمام؟ زي اللي زي اللايت جيت كده، زي اللايت جيت. يعني اذا جه خدنا اكزامبل برضه عشان واضحه، انا عندي كوره زي دي كده، تمام؟ عندي كوره مثلا هنا كده، وعندي هنا الكترومغنيتك بول ريليز، الكوره ممسوكه هنا مثلا كوره ميتال مثلا حديد، ودوت هنا بيوصله بالالكتريستي بيتحول لماجنت، تمام؟ اول ما افصل الالكتريستي ده بتلغي الماجنتيزم اللي فيه، بتتلغي فتبدا الكوره دي تقع. انا عاوز في اللحظه دي اشوف بالظبط هتاخد قد ايه من الوقت ده للوقت ده عما توصل تايم قد ايه، تمام؟ فبركب هنا حاجه اسمها لايت جيت او لايت سنسور، تمام؟ شايف هنا اللايت وده بيستقبله، لو البول دي قطعت اللايت لايت بيم، في هنا اللايت اهوت وهنا جهاز بيستقبل اللايت، يا ده اللايت وده الجهاز الريسيفر بتاع اللايت، اللايت سنسور بيستقبله. لو الكره دي عدت من هنا كده هتقطع اللايت بيم دوت، الري بتاع اللايت، اللايت بيم لو قطعته يبدا على طول مباشره يعد يعد يعد، يروح على التايمر يبدا يعد 0 0 0 1 2 3 4 اند سو اون لحد ما الكره دي توصل هنا هتقطع اللايت بيم الثاني دوت، ساعتها يقوم مد اشاره لهنا يقوم موقف ويعمل سبتراكت، تمام؟ وسلسله 32 32 ماينس 0، افرض في الاول كان في 5 يبقى 32 ماينس 5 وهكذا، تمام؟ بيطلع لي الانسر على طول. فهنا بيطلع الفرق بين التايم اللي وصل فينا والتايم اللي وصل فينا، يطلع لي ايه التايم قد ايه مباشره عن طريق لايت ولايت سنسور، تمام؟ وساعات بيسموها لايت جيت، الفكره دي بيسموها لايت جيت، انه يقطع البيم بتاع اللايت في اي حته، نفس فكره اللايت جيت، تمام؟ لو انا عندي very short time up to 3 seconds are measured using electronic timer which start and stop automatically. اتمنى يكون الجزء دوت ايه واضح معانا.